معك من ظهور هذه السفينة الحربية، واضح بأننا أمام تصعيد في السلاح من الجانب الروسي، والمسألة ليست فقط في مثلا وصول القنابل العنقودية لصالح الجانب الأوكراني، لا، روسيا مستعدة أن تصعد، وهذا مثال مما يجري اليوم. هل تعتقد بأن فرص أوكرانيا تبدو ضعيفة في هذه المعركة في ظل أن روسيا تصعد عندما يصعد الناتو مع أوكرانيا؟ ألا ترى أن الروس لا زالوا خطرين في هذه المعركة؟ بالمستقبل يعني الوضع الروسي في أوكرانيا سوف يسير من سيء إلى أسوأ. أما فيما يتعلق بهذه السفينة فكما تعلم الحرب في الوقت الحاضر هي حرب برية في أوكرانيا، ويمكن اصطياد هذه السفينة بطريقة سهلة جدا. لدينا التقنيات العسكرية ولدى حلفائنا في أوروبا، وبإمكاننا مساعدة أوكرانيا في هذا المجال إذا ما قامت هذه السفينة بعمليات عسكرية ضد أوكرانيا. أن أوكرانيا بالنتيجة هي سوف تكون الرابحة في هذه الحرب. علينا أن نتذكر بأن الاقتصاد الروسي منكمش كثيرا في الوقت الحاضر. ميزانية روسيا الدفاعية لا تتجاوز 60 مليار دولار في السنة، في حين أن ميزانية الولايات المتحدة هي بحدود 820 مليار. 820 إذا قارنت ب 60 مليار دولار الذي هو أقصى حد ممكن أن تصرفه روسيا لأنه اقتصادها منكمش، هذا يعني بأن هناك حدود لمقدرة روسيا في متابعة هذه الحرب. وهذا ما صرح به الرئيس بايدن نهار أمس عندما قال بأن روسيا لا يمكنها متابعة هذه الحرب لعدة سنوات لأن الاقتصاد الروسي منكمش جدا وهو في تدهور خطير. أولا 40% من إنتاجها للغاز كان يصدر إلى أوروبا، هذا انتهى. ربع الإنتاج الروسي من النفط الذي كانت تصدره إلى أوروبا انتهى. اليوم الهند والصين تشتريان البترول الروسي بأسعار منخفضة جدا. إذن الدخل الروسي تقلص كثيرا. روسيا دخلها الاقتصادي الدخل القومي لا يتجاوز 1.5 إلى 1.6 تريليون دولار. إذا قارنت ذلك بالاقتصاد الأمريكي، ما عم نحسب نحن اقتصادات إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبقية دول حلف الناتو، فقط الاقتصاد الأمريكي الدخل القومي هو بحدود 33 إلى 34 مليار دولار، قارنوا ب 1.5 مليار تريليون دولار، سوري تريليون دولار، 1.5 تريليون في روسيا مقابل 34 تريليون في الولايات المتحدة. إذن قدرات روسيا على إنتاج السلاح في روسيا يعني منخفض جدا. ما فيك تقارن مصاريف 60 مليار ما تصرفه روسيا على الدفاع مقابل 820 مليار ما تصرفه الولايات المتحدة إذا أضفت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبقية دول الناتو. فهذا الأمر يعني لا non-sustainable بالنسبة لروسيا، يعني لا يمكن لبوتين أن يسير في هذه الحرب كما يعتقد. هذا أولا. من ناحية ثانية، بوتين خسر الكثير من رصيده العالمي، كان شخصية مرموقة في العالم، له احترام كبير وتقدير كبير له ولروسيا وللشعب الروسي. اليوم روسيا تعتبر دولة مارقة، معظم دول العالم تقاطعها من الناحية الاقتصادية بالنظر إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية وغيرها. إذن ليس في وضع يحسد عليه. إذا أضفنا إلى ذلك المشاكل الداخلية التي يعانيها كما حصل منذ حوالي شهر ضد